السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله مساءكم بكل خير. نتكلم اليوم عن برنامج يختص في المؤسسات المالية والشركات المالية. البرنامج بسيط وسهل، وهي فكرة مطروحة من أحد الشباب، ويتكلم عن الشيكات، إحصائية الشيكات، الشيكات الداخلة والخارجة، الشيكات التي تدخل المؤسسة المالية وتخرج منها سواء بنك أو مؤسسة مالية. والايتم يتكلم عن الايتم، الصرافات، تغذية الصرافات والمتبقي من الصرافات. غالبا هو قريب قريب من عمل البنوك او عمل المؤسسات المالية، وغالبا تكون البنوك. فهي فكرة بسيطة احصائية، يعني لو جينا هنا الشيكات الصادرة، نوع الشيك، فيه افراد وفيه مصرفي، فيه مثلا مؤسسة النقد والبنك المركزي، رقم الشيك، تاريخه، لو اخذنا رقم الشيك مثلا وتاريخ الشيك، حطينا اسم المستفيد، طبعا بيانات افتراضية، محرر الشيك مثلا عبد الله، مثلا رقم الحساب، اي رقم حساب افتراضي، ارقام افتراضية، المدينة مثلا جدة، منطقة مثلا نحرر فيها الشيك مثلا الرياض، مثلا مبلغ الشيك مثلا 1,000,000، اسم البنك، هنا نضيف اسم البنك او اسم المؤسسة المالية، نضيفه من هنا، مثلا نقول والله اسم البنك مثلا بنك الخليج، تقريبا اسامي افتراضية، يعني هي اسامي افتراضية، بنك الخليج مثلا مدينة الرياض، اضفنا هذا البنك، نضيف البنك هنا. طبعا نحتاج تحديث عشان يكون ظاهر معانا، بنك الرياض او بنك الخليج، اي بنك، بيانات افتراضية طبعا. فهذا تكون هي الشيكات الصادرة، يعني صادرة من مؤسسة مالية، صادرة من بنك لبنك اخر، او صادرة من البنك رايح للبنك المركزي، يكون في مقاصد هناك او يكون في تسوية الشيكات، خاصة الناس المتخصصين في المجال هذا. طبعا هذا فيما يخص الشيك الصادر، ظهر الشيك الصادر هنا، مستفيد ومبلغ، ندخل الشيك الوارد، ايضا الشيكات الواردة من البنك المركزي او مؤسسة النقد للمؤسسات المالية او البنوك، مثلا تاريخه، اسم المستفيد مثلا عبد العزيز، محرر الشيك مثلا فهد، اي رقم، المدينة مثلا مكة، مثلا مكة ايضا منطقة التحرير، مثلا 45,000، البنك، نعتبر البنك اي بنك، نضيف مثلا البنك، ظهر البيانات هنا. هذا فيما يخص الشيكات الصادرة والواردة. طبعا بيكون في كشف حساب الشيكات الصادرة، كشف حساب الشيكات الواردة، ندخل هنا نحصل الكشف في معاينة، إذا حبينا نشوف المعاينة للشيك، تاريخه، نوع الشيك، رقم الشيك، ايضا في طباعة اذا حبينا نطبع، او في اذا حبينا نصدر الملف الى PDF، اي صيغة نحتاجها، الصيغة تصدر على سطح المكتب مثلا PDF، خلاص نحطه على سطح المكتب، نختار سطح المكتب هنا، طيب هو موجود مسبقا، طيب نعم خلاص صدرنا الشيك على سطح المكتب. ايضا نفس الفكرة، كشف الشيكات الواردة، نفس النظام، معاينة، بيانات الشيك، وإجمالية المبلغ، طبعا إذا كان في شيكات كثير بيعطيك الإجمالي فوق هنا. هذا فيما يخص الشيكات. أيضا نأتي لتغذية الصراف، طبعا هذا يخص الشركات المالية أو البنوك تقريبا، مثلا نقول والله اليوم في التاريخ هذا، في تاريخ 3/1 مثلا، والله مثلا 400 100 أو 20،
أو 4000. المدينة أي مدينة، مثلا الرياض، عدد الأجهزة اللي غذاها المركز أو غذاها البنك، أو مثلا نقول 5. طيب ظهرت هنا. طيب هو تقريبا إحصائي، يعطي إجماليات، هو إحصائي، فما بيكون ظاهر فيه لا رقم جهاز ولا بيانات، بيكون في رأس إحصائية، يجمع بس المبالغ خلال الشهر، إحصائية بالنسبة للناس اللي تحتاج تقارير نهاية الشهر. طبعا جديد هنا، تأكيد لو أكدنا هنا، نفس النظام برضه في الشيكات، لو سوينا تأكيد خلاص أكدنا الحركة خلاص، أكدنا الحركة. طبعا أكدناها لأنه سوى تحديث، فانتقل إلى 2. طبعا بيكون برضه نفس النظام في المسترد، أول مبالغ الراجعة من الصراف، حط المبلغ 500 مثلا، أو 50 مثلا، 30 ألف مثلا، 5000. طب عدد الأجهزة هنا بيكون مثلا 3 أجهزة. طبعا نسوي تأكيد. طبعا في إشكالية تقريبا في التأكيد هنا، هو يحدث وينتقل للخطة الثانية، لكن سوف نتجاوزها. سوف نتجاوزها، سوي تم تعديل التحديث بحيث ما يجوز، يصير تأكيد فقط، رقم الحركة 1، رقم الحركة 1. طبعا هنا 3. نشوف التاريخ. طبعا خلاص أكد العملية، لا ما تستطيع أنك تحذفها. طبعا نخرج هنا، خانة إضافة البنوك. طبعا هنا الكشف، إذا حبينا كشف الحساب، كشف حساب التغذية هنا، يعطي لي الكشف، يعطي لي بيانات، يعطي لي إجمالي بو 500 بو 150 إجمالي التغذية، هذه التغذية. طبعا هذا تكلمنا فيه نتأكد، فما يمكن حذفها، لكن نسوي نعدل يبالي تعديل. هنا طباعة، وهنا تصدير ملف، نفس النظام في كشف حساب مسترد. طبعا هنا تغيير كلمة السر، إذا حبينا نغير كلمة السر، وإن مستخدمين، تضيف مستخدم، تعطي مستخدم هذا الصلاحية، يعني يضيف مستخدم آخر، أو ما تحتاج تعطيه إضافة، إن يضيف مستخدم آخر، فلا تعطيه، لا تشير على هذا المربع، ما تعطيه صلاحية. طبعا هذا برنامج بسيط إحصائي، يخص الشركات المالية، بنوك، مؤسسات مالية، يخدم، هي فكرة فقط مطروحة، وتقريبا تكون فكرة غالبا نادرة، يعني غالبا نادرة، يعني اللي بيطلع على اليوتيوب ما بيحصل نفس البرامج هذه، غالبا تكون البرامج تتكلم عن الشركات وعن البضائع وعن المخازن وعن المحاسبة. والسلام عليكم ورحمة الله.